مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. وكيف ما كتشاهدوا هذه الطريق، هذه الحالة الكارثية اللي وصل لها، خصوصا بعد التساقطات المطرية. كنشوفوا هذا الوضع، هذا الطريق 5 سنين وهي في هذا الشكل هذا، ومازال ما بغاوش الناس المسؤولين يديروا شي حل. مازال ما تقادتش هذه الطريق، خصوصا كاينه غير طريق وحده في هذه المنطقه هذه، وكلها كتعاني من هذا الحفاري ومن هذه المشاكل هذه. كما كتشوفوا الطريق كاملة محفرة كاملة، يعني كيف ما كتشاهد المشاهدين قناة شوف تيفي، هاد الطريق كاملة محفرة كاملة فيها هاد الحفار هادو، يعني الطريق مكرفة. كنتمناو الناس المسؤولين يديرو شي حل، حيتاش هاد الطريق كتهبط الطريق المحمدية وكتهبط الحي الصناعي ديال البرنوصي. هاد الطريق راه معروفة والناس كيعانيو فيها، خصوصا بالليل كيكون انعدام ديال الإنارة. الطريق راه من كتبدا من تما تلها كاملة على هذا الشكل هذا. يعني السائقين طلع لهم الدب بسبب هاد الحفاري هادو اللي كاينين هنايا، وبسبب هاد الطريق اللي مكرفسه على هذا الشكل هذا. يعني كيعاني سواء في الصيف ولا في الشتاء، هاد الحفاري كاينين ديما، غير دابا كيكونوا عامرين. دابا بعض الحفاري كيكونوا عامرين بالماء، وكيوقعوا حتى حوادث صغيرة في الطريق هادي بسبب عدم الإنارة، بسبب هاد المشاكل هادو، بسبب أن الحفاري كاينين في كاع البلايص. هانتوما كتشوفو من حدا القنطرة، من الخر ديال القنطرة حتى الخر ديال هاد الشارع كامل على هاد الشكل هذا. يعني كنتمناو الناس المسؤولين يديرو شي التفاتة ويقادو هاد الطريق هادي، يعني راه خاصها تتقاد. الصراحة الطريق كاملة مكرفسة، خصوصا السيارات راه تتكرفسو، الناس السائقين طلع لهم الدم بسبب هاد المشاكل هادو اللي ولاو عاد انعدام الإنارة العمومية. ما كاينش إنارة عمومية كاع في هاد البلاصة هادي. كنتمناو الناس المسؤولين قادو هاد الطريق هادي، حيت راه 5 سنين دابا وهي على هاد الشكل هذا. يعني حجومة 5 سنين تبقى الطريق في نفس الشكل اللي عليه، وبالعكس غدا كتدهور الحالة ديالها. وهنا مشاهدي قناة شوف تيفي كنكون وصلنا لنهاية هاد المباشر. كنشكركم على حسن المتابعة، نتلاقاو في مباشر آخر. بسلام عليكم.